طبعا احنا اليوم مثل ما تشوف مدرسة دجلة بعد ما تم دعونا لها من قبل إدارة المدرسة تم جمع مبلغ من المال اللي اشترينا به كمية الصبغ اللي راح نقوم بها ان شاء الله هسه، دعم ذاتي كله من الشباب انه ما مدعوين لاي جهة او لاي منظمة او لاي دعم خارجي. هذه المرة الثانية اللي هم يجون يساعدون بترتيب وتنظيم المدرسة، مشكورين الحقيقة جهودهم نقيمها، ورب العالمين إن شاء الله يجازيهم خير الجزاء على هذا العمل. كل العراق.